السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هذا لو بان دي بيس او الخبز بالعسل والتوابل. هذا اقتراح من عند الاخت فتيحه، كنشكرها بزاف. اللي بغى المقادير بالصوت غادي نديرهم في اخر الفيديو. نخليكم دابا مع المقادير والطريقه. إناء كنديرو بيضة وخمسين غرام ديال السكر، تقريبا ربع كاس عنبة. كنزيدو عليه 30 غرام ديال الزبدة مدوبة اللي هما جوج معالق كبار. الزبدة خاصها تكون باردة، يعني تذوبوها وتخليها تبرد شي شوية. كنزيدو 100 غرام ديال العسل اللي هما تقريبا خمسة المعالق كبار عامرين. العصير ديال نص حامضة، معلقة كبيرة ديال النافع مطحون، ورأس معلقة ديال أربع بهارات. هما تيكونوا متكونين من القرفة والقرنفل والسكينجبير والجوزة. نخلطوا دابا، نبداو نزيدوا في الحليب اللي غير دفيناه تدريجيا، تقريبا ربع لتر من الحليب كنحيدو منه نص كاس. وفي الاخير غادي نزيدو ربع تاع الدقيق اللي غادي نغربلوه، وخماره ونص اللي تقريبا 10 غرام. ونخلطو مزيان حتى يولي عندنا العجين متجانس. غادي نجيبو المول اللي غادي نكونو دهناه بالزبده وفرشناه في القاع ديالو ورق الطبخ، وغادي نرشو في الجنب ديالو الشوفان او الخرطال. نكبو دابا العجينه كلها ونعاودو نرشو من فوق منها الخرطال. ندخلوها طيب نص ساعه من التحت، عاد نشعلو على من الفوق من التحت على 150 درجه، يعني حراره منخفضه في فرن الغاز. نحيدوها دابا من المول ونخليوها تبرد. وباش تبقى محافظه على الليونه ديالها، من الاحسن انكم تغلفوها بفيلم غذائي. هذه هي الوصفه، اتمنى تكون عجبتكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا معنا. ندوزو دابا للمقادير. اذا في المقادير غادي نحتاجو بيضه، ربع ديال الدقيق، ربع يترو ديال الحليب كنحيدو منه نص كاس، 10 غرام ديال الخميره الكيماويه اللي هو خماره ونص، 30 غرام ديال الزبده اللي هما جوج معالق كبار ديال الزبده، 50 غرام ديال السكر تقريبا ربع كاس ديال السكر، راس معلقه صغيره ديال اربع بهارات، 100 غرام ديال العسل اللي هما خمسة المعالق كبار عامرين، عصير ديال نص حامضة، ومعلقة كبيرة ديال النافع يكون مطحون، والشوفان للتزيين.